ملي كنمشي عند الطبيب ديالها وكنقول ليه علاش درتي لي هاد الحاله وخليتها ملي كنجي لعندك كتقول لي هادي خصها العمليه على برا، ما عندي ما ندير ليها، ما بقاش لها الامل باش غتهضر. خرجوا عليها السويسي اللي خرجوا عليها، ما تشاوروش معانا، ما سنينا معاهم حتى شي ورقه، ما عطاونا حتى شي ورقه، ما شدينا حتى شي ورقه من عندهم. كنتفاجئ الطبيب ملي تقبلها قلت لي علاش تقبلتي لها، قال لي راه ما عندهاش الحاله ديال التنفس، ماشي غير تقبو وسيرو تتركدو. كتحيد تتحيد الدره من راسها وكتخشي راسها في الفريغو، في الفريغو كتخشي راسها. تتلقى اختي لابسه البيض مع هي باقا عزبه لابسه البيض، وديري لها القطران وديري لها داكشي. كنقول لهم مال علاش ديري لها هادشي، قال لك راه تنقبلو فيها راه كتموت. جا واحد خالي الله يذكره. السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بك وليدي فهد، جيتي لعندي وغتسمع الحاله ديال اختي ليلى، واحد الحاله تتعاني منها هذه مده سنين وهي كتعاني منها. واش غنقول لك، هذيك ملي كنشوفها في هذيك الحاله كنتاثر، كنتاثر وكنبدا نبكي. انا في مخشيه في الكاشو كنبكي وكنقول شوف الحاله ديال اختي كي دايره، وعانات وقاصات. واش غنقول لكم المغاربه، واش غنقول لكم؟ لا اله الا الله. القصه ديال اختي ليلى كانت خدامه في شركه، ملي خدامه في شركه حن عليها الله، بدات غاده بشويه بشويه، كتتات غاده بشويه، كت بهذيك الفلوس ديال الشركه كتتمعش منها وكتمعنش منها الوالدين دياولها. حتى لواحد النهار كنتفاجئوا البنت، البنت ولات في واحد الحاله لا يرتدى لها. كتصوروا يا الاخوان، كتحيد تتحيد الدره من راسها وكتخشي راسها في الفريغو، في الفريغو كتخشي راسها. ملي شفنا بحال هكا كديناها للمستشفيات، ديناها ما خلينا فين ديناها، ما خلينا فين ديناها، ما جرينا بها الطبا، جرينا بها عند الفقهاء، جرينا بها، ما خلينا منين جرينا بها. اللي دينا عنده تيقول لك راه واكله التوكال، راه واكله التوكال. هاد السيده خصها تشوف اشنو غندير. كنجيبوها للدار، حتى لواحد النهار في الصباح مع 8 ديال الصباح جيت داخله من الخدمه، تتلقى اختي لابسه البيض مع هي باقا عزبه لابسه البيض، وديري لها القطران وديري لها داكشي. كنقول لهم مال علاش ديري لها هادشي، قال لك راه تنقبلوا فيها راه كتموت. جا واحد خالي الله يذكره بخير، هو خالي الكبير، جا ركبها هزها وداها، داها الكلينيك. منين داها الكلينيك لقاو عندها 4.5 ديال السكر و6 ديال الطونسيون. كيخرج الطبيب وكيقولنا هاد السيده كي دارت حتى عاشت وبقدرة الله وعاشت. مشات نعسات في كلينيك، خلصوا عليها الجواد، دخلات كل شيء صافي. مي كيجيو الكلينيك الحمل ديالي تقال، صافي ما قديتش نخلص هذاك المبلغ اللي غيتزاد عليا. هزيتهم قلت لهم عطيوني برا نهزها للسويسي، وفعلا هزيتها للسويسي وديت البنت صحيحه للسويسي، ما فيها والو، كتعاني من السكر وكتعاني من هذيك الشيء اللي فيها. منين ديتها للسويسي داو دخلوها للطبقه الثالثه. المره الاولى نعسات مع الناس وكل شيء، كندخلوا كنشوفوها عند بحالنا بحال عباد الله، كنزوروها كنديو لها ما كتاكل. الغد لي مشيت لعندها انا بوحدي، وماما مهرسه دايره القبص، ماما مهرسه ودايره القبص، مشيت عندها بوحدي. كانت تفاجئ اختي طلعت للطبقه الرابعه للانعاش. منين طلعت لعندهم الطبقه الرابعه قال لي راه دخلات في الغيبوبه، سببها وحده تضحك معاها وضرباتها لصدرها وتخلقات ليهم اختي، وطلعوها للانعاش ونعسات في الانعاش 11 شهر اللي نعسات اختي في الانعاش. وملي كانت تفاجئ دخلت عندها اول مره للانعاش، كانت تفاجئ اختي تقبل ليها هنا، ما كنشوفهاش، كنشوفها من الجاج. ومنين تفاجئت لقيتها تقبل ليها هنا، كتصوت من هنا. دارت العمليه الاولى ما نجحتش ليها، دار لها العمليه الثانيه ما نجحتش ليها، دارت العمليه الاولى ما نجحتش ليها، دارت العمليه الثانيه وما نجحتش ليها. وجات عندهم الطبيبه، الطبيبه ديال سبيطار الراس،
وقالت لهم هاد الحاله خصكم تعطيوها ليا انا اللي اللي دايره على حساب الحنجره. منين ما بغاوش قال ليها الطبيب ديالها قال لها ما غنعطيهاش لك، ودابزات مع الدكتور ديالها قالت لي تعطيني هاد الحاله وما عطاهاش ليها. كون عطاها ليها ما غنوقعوش في هاد المشكل هذا ديال اختي اللي كتعاني منها، ما غنوقعش في المشكل. انا كون بغيت نوقع في المشكل كون اختي كون عطاوها هذيك الحاله، كون عطاوها لهذيك الدكتوره اللي في السبيطار راس، ما غنوقعوش في هذا المشكل. ودابا اختي كتعاني من 2000 من 92 من 93 من 95 وهي كتعاني، من 95 وهي كتعاني. كتوكل عليهم غير الله، فيما كتصلي وكتحط جبهتها كتوكل عليهم الله، كتوكل عليهم الله سبحانه وتعالى. ملي كنمشي عند الطبيب ديالها وكنقول ليه علاش درتي لي هاد الحاله وخليتها ملي كنجي لعندك، كتقول لي هادي خصها العمليه على برا، ما عندي ما ندير ليها. وملي مشيت عند الدكتوره ديال سبيطار الراس قالت لي يا اختي هادي ما بقاش ليها، ما بقاش لها الامل باش غتهضر، خرجوا عليها السويسي اللي خرجوا عليها. ما تشاوروش معانا، ما سنينا معاهم حتى شي ورقه، ما عطاونا حتى شي ورقه، ما شدينا حتى شي ورقه من عندهم. كنتفاجئ الطبيب ملي تقبلها قلت لي علاش تقبتي لها، قال لي راه ما عندهاش الحاله ديال التنفس، الحاله ديال التنفس ما عندهاش. وقلت لي واش شنو السبب ديال الحاله ديال التنفس، قال لي والله اعلم. وانت دكتور وكنعرفك دكتور وقاري الدكتوره وسيدنا الله ينصرو والله يطول ليه العمر، من يعطيك الورقه ديال الدكتوره راك باش تعالج تشوف المرضى ديالك، ماشي غير تقبو وسيرو ترقدو. حنا ما بغيناش هاد الشيء. ومني كنقول لها كنجبد ليها حاله ديال هاد، تنجبد لها الحاله ديال، نقول لها كنعيط للصحافه يجي وهادي، كتقول لي لا وكلت عليهم الله سبحانه وتعالى، وكلت عليهم الله سبحانه وتعالى. واش انا هو وكل عليهم الله وانا اختي تضيع ما بين يديا؟ انا ما تضيعش لي اختي ما بين يديا، اقسم فمي بالله وكتعرفوا الله وبآية الرحمن. يا ملي كتنعس بالليل ملي كتزيد تكحب يا الدار كامله كتفيق، وكنتمنى من الله دابا تكحب وتسمعوا الكحبه ديالها كي دايره، تسمعوا الكحبه ديالها كي دايره وشفتوا الحاله ديالها كي دايره. وملي كنمشي عندهم غير باش يبدلوا لها هذيك البلاكه، يحيدوا لها الميكا ويديروا لها ديال الحديد، وما كيبغيوش ليا، كيقول لي صافي ما عندنا ما نديروا لها، وهذيك ديال ما عندنا ما نديروا لها، واش بغيناها؟ ضاعت هو ماشي ضاعت، راه تدمرات، راه ماشي ضاعت وليدي فهد، راه تدمرات، تدمرات. راه ملي كنشوفها كتقب هذوك التيوات ونجبدهم لك وتشوفهم، والله يا وليدي تتبكي الدم، كتبكي الدم. ومني كتاكل غير شي حاجه بحال هكا عديسه ولا اللوبيا ولا شي حاجه كتوحل لها، كنوليو لاقيين المشكل وحيدت هذاك الشيء من الدار على ودها باش ما تاكلش هذاك الشيء وتخنق ليا. ونهزها عاوتاني في لابيلونس يعطيوها شويه ديال الاكسجين تما، وكيقول لك هاكي سيري ديها ويديروا يديروا ليها التيو ينفسوها. قال لك الا بغيتيها سيري شري ليها البوطات، وكل بوطه مشيت سولت عليها لقيتها كدير 30000 ريال البوطه ديال الاكسجين باش تسبيري من قرجوتها. كتقام عليا انا هاد السيده اكثر من كنوكل انا ولادي. انا هانتوما الحاله ديالي راه كيفاش، انا كل ما معاونيش الراجل كره دارنا مشردين، كره اختي مشرده. تنقولوا العائله، العائله ما كايناش، العائله ما كايناش، فينا هي؟ راه نهار اللي عيطت لهم اوليدي فهد عيطت لهم باش يعاونوهم في كورونا، كل واحد تيضربني الواحد، كل واحد كيضربني الواحد، هادو خوتها كل واحد كيضربوني. علاش خوتها؟ خوتها مسكين، خوالها مسكين عليهم الله، علاش ما يجوش يعاونوني انا في هاد الجوج هادو؟ علاش ما يعاونونيش؟ وبا حمال غير في المارشي كيهز غير الصنادق، ويلا معايا شي نهار المارشي وتشوف كل شيء بعينيك، كي تيدير تيهز ربعه ديال الصنادق وعنده 74 عام. 74 اوليدي يا فهد، كون الشيكو كان دابا هنايا والله يا وليدي تتبكي. انا ملي كنشوفو لابس حوايج المارشي وغادي مع الباب كنولي نبكي، كنقول لك كان عندي الامكانيات ما نخليش بو يمشي للمارشي باش يجيب لي ديك 900 ولا ديك 400. جاب الله خالتي مسكينه هي اللي معاوناني في هاد الوالدين، جاب الله خالتي معاوناني في هاد الوالدين. كل ما فين غيتمشيو وعلم فين غيمشيو، ولد الناس كيمشي راه عطاش اللي جابون الليل يدي النار، وعندي تا عندي ربعه الولاد وانا خدامه عندي عباد.
وانا كنطلب الله والمعزينين وجلالة الملك الله ينصرو لينا ويطول لي العمر. انا بغيت يشوفها في هاد الحاله، يشوفها في هاد الحاله. انا ما بغيت والو، انا اللي جابوا لي راجلي غنعيش بيه، ولاني راه حاله بزاف عليا. كنخلص الكرا، نخلص الموضوع، نخلص الدواء ديال البنت، نخلص الدواء ديال الام، نخلص الدواء ديال الولد. كي غندير؟ تقهرت اوليدي يا فهد، تقهرت. هذا هو جهدي، هذا هو جهدي، هذا هو جهدي يا وليدي يا فهد. ضاعت هو ماشي ضاعت، راه دمرات، راه ماشي ضاعت وليدي يا فهد، راه دمرات. دمرات راه ملي كنشوفها كتقب هذوك التيوات ونجبدهم لك وتشوفهم، والله يا وليدي تتبكي الدم، كتبكي الدم. ومني كتاكل غير شي حاجه بحال هكا عديسه ولا اللوبيا ولا شي حاجه كتوحلها، كنوليو لاقيين المشكل. وحيت هذاك الشيء من الدار على ودها باش ما تاكلش هذاك الشيء وتخنق ليا، ونهز عاوتاني في لابيناس يعطيوها شويه ديال الاكسجين تما، وكيقول لك هاكي سيري ديها وديروا ديروا ليها التي ينفسوها. قال لك الا بغيتيها سيري شري ليها البوطات، وكل بوطه مشيت سولت عليها لقيتها كدير 30000 ريال البوطه ديال الاكسجين باش تسبيري من قرجوتها. كتقام عليا انا هاد السيده اكثر من كان يوكل انا ولادي. انا هانتوما الحاله ديالي راه كيفاش، انا كل ما معاونيش الراجل كره دارنا مشردين، كره اختي مشرده. تنقولوا العائله، العائله ما كايناش، العائله ما كايناش، فينا هي؟ راه نهار اللي عيطت ليهم اوليدي يا فهد، عيطت ليهم باش يعاونهم في كورونا، كل واحد تيضربني الواحد، كل واحد كيضربني الواحد. هادو خوتها كل واحد كيضربوني. علاش خوتها؟ خوتها مسكين، خوالها مسكين عليهم الله. علاش ما يجوش يعاونوني انا في هاد الجوج هادو؟ علاش ما يعاونونيش؟ وبا حمال غير في المارشي كيهز غير الصنادق، ويلا معايا شي نهار المارشي وتشوف كلشي بعينيك. كي تيدير تيهز ربعه ديال الصنادق وعنده 74 عام، 74 اوليدي يا فهد. كون الشيكو كان دابا هنايا والله يا وليدي تتبكي. انا ملي كنشوفو لابس حوايج المارشي وغادي مع الباب كنولي نبكي، كنقول هاكو كان عندي الامكانيات ما نخليش بو يمشي للمارشي باش يجيب لي ديك 900 ولا ديك 400. جاب الله خالتي مسكينه هي اللي معاوناني في هاد الوالدين، جاب الله خالتي معاوناني في هاد الوالدين. كل ما فين غيتمشي وعلم فين غيمشيو، ولد الناس كيمشي راه عطاش اللي جابون الليل يدي النار. وعندي تا عندي ربعه الولاد وانا خدامه عندي عباد الله، النهار النهار نصورو نهار ما نصوروش. وانا كنطلب الله والمعزينين وجلالة الملك الله ينصرو لينا ويطول لي العمر. انا بغيت يشوفها في هاد الحاله، يشوفها في هاد الحاله. انا ما بغيت والو، انا اللي جابوا لي راجلي غنعيش بيه، ولاني راه حاله بزاف عليا. كنخلص الكرا، نخلص الموضوع، نخلص الدواء ديال البنت، نخلص الدواء ديال الام، نخلص الدواء ديال الولد. كي غندير؟ تقهرت اوليدي يا فهد، تقهرت. هذا هو جهدي، هذا هو جهدي، هذا هو جهدي يا وليدي يا فهد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.